براويكم مدى التنسيق الكبير في الحكومة. الإسكان وقعت قبل مدة إنشاء البنية التحتية لغرب عبد الله المبارك، صح، أساس المواطنين يسكنون، ووقعوا مع شركة إن خلال سنتين يخلصون البنية التحتية. وأنا أقول للمواطنين ما راح تنتهي إلا بعد 3 سنوات إذا أنتم متفائلين. تقول إيش فيها يا أبو أحمد؟ ماكو شيء. وبنفس الوقت تقوم البلدية تحط لافتة، عطني الصورة يا مخرج، حاطة لافتة في منطقة المشروع في غرب عبد الله المبارك حق التخييم والمخيمات. إنزين يا بلدية الكويت الله يطول بعمركم، شلون أرض مخصصة لمشروع إسكاني وتسمح البلدية في التخييم في المنطقة؟ إزاي؟ شلون تركب؟ شو هالتنسيق الحكومي؟ يعني كل الكويت تدري أن الإسكان وقعوا عقد والبلدية ما تدري. هذه رسالة إلى أخونا في وزير المواصلات الأستاذ عيسى الكندري والأستاذ ياسر أبو. الله يعيننا على الإنجازات، الله يعيننا على وباكر إذا الله ما نسيت، لأن الذاكرة عندي صارت كلش، باكر بسوي تعديل وزاري وبختار وزراء للمواصلات والإسكان والكهرباء والأشغال، وعلى رأسهم البلدية. باكر تعديل وزارة عندي أنا، بعطيكم من الوزير الوزراء اللي بختارهم، مواطن حقي أنا أعبر وأنا أختار ما أشاء من الوزراء لعل وعسى. التقرير اللي بعده،